انا بحالي بحال كاع المغاربه بقيت محترمه القوانين محبوزه في الدار جو نو سورتي با ولكن فيو كو كنت خايفه على والديا دونك انا كنت كنخرج نتقدى مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللي كانوا كيطلبوا منا نتاخذهم فقط يعني نعس والماكله ولي فيلم لي فيلم لي فيلم سورتو في الاول دخل المجال الفني ولكن عندي دراسات في مجال كومبليتمون ديفيرون على المجال الفني فعندي شركة تصدير ديالي ولو انه حتى هي كلات العصا ولكن ما حبستش لاكتيفيتي كوميرسيال ديالي فلي مارشي ديالي بقاو هما هما تحبسات باردون لي زوبيراسيون دو ترانزاكسيون ديكسبور ايتترا ولكن جوست ابري اون ا روبري غيوا كانوا عندي دي مارشي اللي ديجا صيفطت ليهم وكنا كان يعني لي كونتيتي اللي كان مسموح بها في لا بيريود ديال الكونفينمون